من هم طيور شلوى؟ المكان العراق، الزمان عام 1871، أما الحدث فتاليا سرده. ثلاثة أطفال كبيرهم بعمر الثالثة، توفي والدهم المسمى عجرش، وبعدها بستة أشهر توفيت والدتهم. لم يبقى لهم إلا جدتهم من أبيهم وتدعى شلوى. ضيق الحال دفعها لتسأل الناس طعاما للأطفال، ومن باب الاستلطاف كانت تقول طالبة ما يسد رمق الصغار: ما عندهم عشاء أو غداء لطويراتي، تقصد الأطفال الثلاثة. شاع الخبر بين الناس وعلم بالقصة الشيخ عبد الكريم الجربة الملقب أبو خوذة أو السمن العربي لكرمه. أمر الجربة أن ينقل بيتها إلى جوار بيته، فأصبح يتفقد أحوالهم وكأنهم أهل له. فكان قبل أن يقدم الغداء أو العشاء لضيوفه يقول: لا تنسوا طيور شلوى، ويشرف بنفسه على ذلك. ومع الأيام كبر الأطفال الثلاثة، وهم شويش وعدامة وهيشان، أصبحوا رجالا قادرين على القتال. ونظرا لارتباط المواشي بالربيع، رحل الجربة وجماعته إلى مكان بالقرب من الحدود السورية، حيث الكلأ والماء، وهناك وجدت الدولة العثمانية وقبيلة أخرى. كان الجربة وجماعته قليلي العدد مقارنة بكثافة الأتراك وعدد أفراد القبيلة القاطنة. طمعت تلك القبيلة والوالي التركي بقبيلة شمر بقيادة الجربة، فأرسل الأتراك مرسالا إلى الجربة يطلبون ودي، وهو مثل الضريبة في وقتنا. اجتمع الجربة وأفراد قبيلة شمر للتشاور، ونظرا لقلتهم أيضا ووجودهم المؤقت، وافق الجربة على دفع الودي. وبعد مدة بسيطة طلب من الجربة أن يكون الودي مطبوق أي مضاعف، فوافق أيضا. بعد حوالي أسبوعين أقبل فرسان الأتراك ومن الجهة الأخرى فرسان القبيلة الموالية لهم، وهنا أرسل الأتراك مرسالا للجربة طلبوا منهم أن يعطوهم خاكور باللهجة التركية، وتعني النساء لغرض المتعة. هنا تدخل أحد كبار السن في القبيلة وأنشد قائلا: هنيكم يا ساكنين تحت قاع، ما مركم ودي تكفاه خاكور، هنيكم متم بحشمة وبزاع، وما من عديم ينغز الثور. وما إن قال ما من عديم ينغز الثور إلا وقفز شويش العجرش وقال: أنا، وأنا طير شلوى، وامتطى صهوة جواده واندفع منفردا بشجاعة منقطعة النظير على جيش الأتراك، حيث شق طريقا وسط جموع الخيل، والطرابيش الحمر تتطاير يمنة ويسرى من ضرب شويش لرؤوس الخيالة. ولحق به أخويه عدامة وهشان العجرش الجربة ومن معهم، وغاروا على القبيلة الأخرى. عند الضحى كان كل شيء قد انتهى، وتحقق النصر على الأتراك وتلك القبيلة، وغنم شجعان شمر والجربة المغانم. ومن هنا أطلقت تسمية طير شلوى على كل من يتصف بالشجاعة والإقدام والعزة والكرامة، ويرد الجميل بأجمل منه إلى أهله. إذا كان لديك فيديو طريف أو محتوى ترغب ببيعه، أرسل لنا عبر البريد الإلكتروني video@amunnews.net. يجب أن لا يكون الفيديو منشورا سابقا، وأن يكون المرسل هو صاحب ملكية النشر، بالإضافة للمزيد من الشروط والأحكام. عمون، صوت الأغلبية الصامتة.